تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. إلى العناوين: قالوا إنه اعتدى بالضرب على امرأة، شبان يهاجمون مختار قدسية بريف دمشق. وفي موضوعنا التالي أيضا: الحكم على قاتل نيرة أشرف بالإعدام، ورجل سوري يعرض دية للعفو عن محمد عادل. منذ أن بدأت الميليشيات التابعة للنظام بفرض سيطرتها على مناطق مختلفة من سوريا، انتشرت حالات من الفوضى والعنف أحيانا، بما فيها تجارة وتعاطي للمخدرات على اختلاف أنواعها. أسهم النظام بذلك، وذلك عبر تشجيع تلك الميليشيات ضد الأهالي. قدسية، وهي إحدى مدن الغوطة الغربية التابعة لمحافظة ريف دمشق، شهدت أحداث عنف كان سببها أحد موظفي النظام، حيث تعرض للضرب أمام منزله من قبل عدد من الشبان الغاضبين، وذلك بسبب إهانة وجهها المسؤول لامرأة نازحة من محافظة دير الزور. ناشطون على فيسبوك تداولوا تسجيلا مصورا يظهر عددا من شبان دير الزور النازحين في ريف دمشق خلال هجومهم على منزل مختار مدينة قدسية ليلة أمس، حيث قاموا بضربه وتكسير منزله ومحله التجاري وبشكل انتقامي. نتابع. قال ناشطون أن سبب هذا الهجوم كان اعتداء المختار على امرأة نازحة من دير الزور وتسكن في المنطقة ذاتها، من دون توضيح أسباب الاعتداء عليها من قبل المسؤول المحلي للمدينة، حيث استخدم المهاجمون عصيا وبعض الأدوات اليدوية خلال هذه الحادثة. وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، فإن الهجوم انتهى بحضور دورية من الأمن السياسي لمساندة المختار ووقف الهجوم تجاه منزله وعائلته، حيث فر المهاجمون باتجاه الشوارع المحيطة هربا من عناصر الدورية. أما عن الدورية المقابلة، فقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة النظام إنه تم توقيف 3 أشخاص، وأنه في الساعة 10 من تاريخ 4 من هذا الشهر 2022 ورد إخبار من مختار قدسية بإقدام 10 أشخاص بالتهجم على مكتبه، وذلك بسبب عدم تصديق إخراج قيد خاص لإحدى النساء لكونه غير صادر عن منطقة قدسية. وتم تجمع عدد كبير من الشبان وافتعال مشاجرة على الفور. حضرت دوريات من الشرطة من منطقة قدسية، هذا طبعا بحسب البيان، وتم فض المشاجرة وإحضار المختار والمرأة إلى مركز المنطقة وتوقيف 3 شبان من المتشاجرين. يقول البيان أيضا أو يختم بالقول: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم إلى القضاء المختص. مدينة قدسية غربي دمشق تعد من المناطق التي تضم نازحين من عدة محافظات سورية منذ بداية الثورة السورية، وخصوصا أهالي دير الزور، حيث استأجر بعضهم منازل فيها بينما اشترى آخرون منازل هناك، وذلك نظرا لقربها من وسط العاصمة ورخص كلفة السكن مقارنة بأحياء دمشق. تخضع هذه المدينة لنفوذ وسيطرة الأمن السياسي والحرس الجمهوري، خاصة الفرقة الرابعة، منذ خروج الفصائل المعارضة منها عام 2016 ضمن اتفاق التسوية مع النظام وروسيا.
الكثير من التعليقات والتغريدات والمنشورات حول هذه القضية في وسائل التواصل الاجتماعي كتبت. سنبدأ من ثامر الذي يقول: أي مختار ولا غيره بده يتنمر على الديرية ما رح نرحمه، لأنه من الله ومن ثم الديرية شافوا الخير والفلوس كانوا يحلموا يمسكوها. آخر فترة كثير صار في تنمر على الديرية من كل نواحي ومن كل الاتجاهات. أما محمد فعلق قائلا يقول: هلا بصراحة إخبار المختار مشكوك، يعني مستحيل تصير هالمشكلة لأنه رفض يختم إخراج قيد، لأنه ألف مختار غيره بيختم إخراج القيد. أنتوا كصفحة رسمية خاصة بوزارة الداخلية يعني موثوقة، عيب تنزلوا ادعاء المختار على أساس خبر موثوق وأقواله محض كذب وافتراء، ولا سيما أنه المختار هو أحد أطراف المشاجرة. أما مصطفى فعلق أيضا يقول بأن الخبر الصحيح هو أن المختار اعتدى بالضرب على المرأة، ولم نقرأ في الخبر أن مختار قدسية قد ضرب المرأة وكان مسبب كل ما حصل، وقرأنا خبر توقيف الشبان ولم نقرأ خبر توقيف المختار مع أنه هو السبب في المشاجرة. أما حسن فيقول بأن الخبر الصحيح هو أن المختار ضرب امرأة من دير الزور وشباب الدير ما قصروا فيه. ما حدا بيبرد القلب أكثر من شباب دير الزور، إن كان بالغربة أو الوطن ما يسكتون على ضيم. أيضا محمد كتب يقول بأن سبب المشكلة أنه المرأة ما دفعت له التسعيرة، هو أصلا المختار كريم بالعادة بيختم لمين ما كان ب 15,000، بس هالمرة لأنه المرأة مو من منطقة قدسية يخرب بيته سدد الإقامة يطلعه ب 25,000 إذا بتكون جاي من الدنمارك. أهلا بكم من جديد. قضت محكمة جنايات المنصورة الأربعاء بالإعدام شنقا على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا في جريمة روعت الشعب المصري وتحولت إلى قضية رأي عام في العالم العربي. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعيد السمدوني ومحمد الشرنوبي وهشام غيث وسكرتارية محمد جمال ومحمود عيد الرازق. وكانت المحكمة قد أحالت في الجلسة الماضية أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وحددت جلسة الأربعاء 6 يوليو/تموز للنطق بالحكم. هذه مقتطفات من منطوق الحكم الذي صدر بحق محمد عادل وفق ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع عن في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق وبالمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاء وفاقا، وامتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. رفعت الجلسة. وخلال جلسة محاكمة قاتل نيرة استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي قال فيها ممثل الدعاء إن المتهم أوهم نفسه أن نيرة تبادله الإعجاب وتخيل أن مجرد تبادل الحديث أمر تجاوز حد الزمالة، وظن أن المجنية عليها معجبة به، واستمر في التقرب لنيرة التي لم يكن المتهم أمام ناظرها من الأساس، فحاول تحريك وجدانها من خلال مساعدتها في الدراسة. كان هذا الوهم نابعا من سوء أخلاقه وأنانية مفرطة وحب التملك وميل عنيف للاستحواذ ورغبة في فرض اعتقاده على غيره دون مناقشة أي منطق
أو عقل يقبل ذلك، ولا صلة للأمر باختلال عقله، واستمر لسنوات والمجني عليها تندهش من أفعاله، مشيراً إلى أن أفعال المتهم لم تنقطع حوالي 3 سنوات. الزملاء في قسم نيو ميديا في تلفزيون سوريا سبق أن أعدوا المادة التالية عن جريمة قتل نيرة أشرف أمام جامعتها في المنصورة، نتابع. وقبل صدور الحكم النهائي وتحديدا بعد صدور قرار إحالة أوراق القاتل محمد علي عادل إلى مفتي الديار المصرية، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لجمع مبلغ لعائلة نيرة ودفع هدية مقابل العفو عن قاتلها، لكن العائلة أبدت رفضها الشديد. وفي السياق ذاته عرض مواطن سوري مقيم في تركيا مبلغا ماليا قدره 10 ملايين جنيه مصري دية العفو عن محمد عادل المدان بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف. ظهر الرجل السوري في بث مباشر عبر صفحته في فيسبوك ووجه رسالة لأسرة الطالبة نيرة أشرف قائلا: بنتكم ماتت الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ومحمد ارتكب خطأ كبير، ولكن الصلح سيد الأحكام. رسالتي لأبو نيرة وأم نيرة، بنتكم ماتت رحمة الله عليها والله يجعل مسواها ومأواها الجنة. وبالنسبة لمحمد ارتكب خطأ كثير كبير، والصلح سيد الأحكام. يما ناس قتلوا وبعدين أهل المقتول عفوا عنهم بآخر اللحظة. العفو سيد الأحكام، العفو عند المقدرة، وبتستطيعوا تعدمون الإنسان أنتو والعالم اللي حواليكم وبعدين تعفوا عنه، هذا شغل كبير عند رب العالمين. وأنا بوجه لكم رسالة من تركيا، وأنا قد كلامي، إذا بترضوا فدية لمحمد بدفع لكم 10 مليون جنيه، وأنا قد كلامي، وبتحسوا تراسلوني على الخاص مشان
ما يموت محمد، ماتت نيرة زعلنا عليها كتير، وما بدنا يموت محمد إنسان مجتهد بالحياة وإنسان فقير وإنسان طيب. أخطأ، مين منا ما بأخطئ، مين ما منا ما بغلط، بس الرجل طيب من الطيبين وارتكب خطأ كبير، وأنا ضد القتل، بس لازم نلاقي حل لهالمصيبة هاي. ما بدنا نخسر اثنين، خسرنا وحدة ما بدنا نخسر الثاني، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا موافقين راسلوني على الخاص، أنا جاهز أد كلامي. الدعوات المنتشرة للعفو عن قاتل نيرة أشرف كانت كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لاقت استهجانا كبيرا على تلك الصفحات. غرد سامح يقول في هذه التغريدة: بنتي منذ قليل جابت لي فيديو على تيك توك فيه صورة سفاح المنصورة قاتل نيرة أشرف، ومرتكب عليها أغنية حمزة نمرة يا مظلوم ارتاح. الناس اتهبلت، مين اللي نجح في التأثير على الرأي العام لدرجة التعاطف مع سفاح قاتل وإدانة ضحيته رغم تصوير ما حدث صوت وصورة؟ وهل إعدام هذا القاتل خطر على من؟ أما أحمد فكتب يقول: الودة مش هيتعدم، والحكم حينزل لدرجة وحياخد 25 سنة، والنقد حيتقبل وحتشوفه. القاضي لم يؤكد حكم الإعدام بجلسة الحكم، قال الحكم بالإعدام فقط ولم يقل الإعدام شنقا. وفريد الديب هيلعب على العاطفة والمستقبل وطالب وصغر سنة أو صغر سنه، ويعول أم وإخوة بنات، والله أعلم. كذلك وفيقة من لبنان كتبت تقول: أصدروا قرار إعدام أو أصدروا قرار إعدام قاتل نيرة أشرف شنقا بذات المكان اللي ذبحها فيه على الهواء مباشرة. نحن عنا الجرائم بتمر مرور الكرام، أم وبناتها بينقتلوا وما حدا بيرجع بيعرف شو صار بالقاتل. مسخ بشري بيغتصب 20 طفل وبيمحي من نواب ورجال دين وغيرهم كتير من الجرائم اللي تمطمطت سفاح القاع. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. لقي كلام الممثل سليمان رزق ابن المخرج السوري يوسف رزق عن رغبته في الزواج من الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي لقي تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خاطب رزق جمهوره عبر منصة كيو ميديا بطلب منشن ومساعدته لإيصال رسالته إلى أنجلينا جولي، دون أن ينكر أن هدفه من تلك التصريحات إثارة الترند وتعمد إثارة الجدل، واصفا إياها بالجميلة والطيبة وأنها تحب الأطفال وأنه لا يهمه فارق السن بينهما وحتى لو اضطر الأمر إلى أن تتبناه. ظهر سليمان رزق في فيديو على حسابه في إنستغرام، ويبدو أنه يتحدث مع والدته الممثلة السورية أمانة والي، يؤكد رغبته بالزواج من أنجلينا جولي وأنه لم يكن مازحا أبدا. نتابع. ألف لا لا، قصة أنجلينا جولي حقيقية؟ إيه، بس هذا الفيديو بيبين كأنه أنت إنه تمسخرت على قصة أنجلينا جولي، وشوفوا قديش تميتوا. لا، قصة أنجلينا جولي مو مسخرة. لا لا، وألف لا لا. لكن شو؟ لا يا روح ستي لا. قصة أنجلينا ثانوية، ولكن شغلي أهم، هو أولوياتي، فنزلوا لي اثنين، بس بدي اثنين ينزلوا، مو واحد. بس قصة أنجلينا جولي حقيقي، يا أنبياء أخطب يا أتبنى. تابعوا النشر. ولكن ما يوحي أن سليمان يوسف رزق تعمد إصدار هذا التصريح ليكون ترند ويلفت الانتباه إليه من قبل الجمهور، خصوصا أنه اعتاد إثارة الجدل في لقاءاته. بالمقابل لا يظهر بأي أعمال فنية ولم يحظى بشهرة مثل بقية الممثلين الشباب، فقد ظهر في فيديو آخر يذكر الناس بأعماله الفنية المقبلة من مسرحية وسينمائية. مساء الخير. شكرا جزيل الشكر للصفحات اللي عم تنزل لي انه انا طالب ايد انجلينا وهالقصص، بالرغم انه في منهم قصدهم للانتشار فقط، ولكن كمان انا عندي مسرحية اسمها الليل طويل، اشتغلت عليها منيح يعني تعبت، وفي فيلم اسمه كازيروز كمان اشتغلنا من فترة قصيرة ورح يطلع بالعيد ان شاء الله. بيزعل الواحد لما بيشوف
انه الاشياء الثانويه تنتشر بسرعه، بس الاشياء الفنيه والحقيقيه واللي بتهمنا كتير ما بتنتشر نهائيا. يعني ما 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 مثلا شفنا انه والله سليمان رزق عامل شخصيه بفيلم كازيروز مثلا، تعالوا نشوف شو هي يا ترى، تعالوا نشوف هالمسرحيه سليمان عم يشتغل مسرح. الممثل سليمان يوسف رزق كان ظهر في مسلسلات تلفزيونية من إخراج والده يوسف وعندما كان طفلا تحديدا، وحصل على أدوار بطولة لكنه ما لبث أن اختفى عندما كبر، واكتفى بالظهور في لقاءات وإصدار تصريحات مثيرة للجدل. كلام سليمان رزق أثار السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلقوا ساخرين. هذه بعض التعليقات كتبت رديم، تقول ولك عيني عندك القدرة تربي كل هالعجيان اللي عند خالتك أنجلينا، ولا مفكر ربطة خبز رح تكفيكن؟ هاي إذا المعتمد يلي عندهم رضي يعطيك ربطة مزدوجة، روح فرش سنانك ونام، الله يهدي بالك وسرك وخليك على عمشة بنت الجيران أقل ما يمكن. ربطة خبز مفردة بتكفيك أنت وياها، وإذا ما كان عندك بتجيب من عند أهلك. أيضا تعليق آخر لريم أو ريما تقول أصلا هي مجرد ما تعرف أنه حماتها أمانة والي وعم يوسف رزق راح توافق عليك، بس طول بالك لا تستوعب الفرحة. مهيب علق قائلا والله أنا والمتابعين رايحين نخطب كيم كارداشيان لرفيقي لؤي، بدك تصبر علينا لنرجع معجوقين. لأن نيروز كتبت تقول نحن لازم نتساعد مشان ما يوصل هالحكي للمخلوقة، وإلا عشيرة آل جولي لا يخرجوا أو يخربوا الدنيا. أيضا طارق علق إذا عم يتابع صفحتي أنا جاهز، بنروح لعند عمي أبو أنجلينا وبنطلب له إيدا. سليمان شاب شغيل وأبضاي واخد دور نباش بصفيح ساخن وقادر يفتح بيت. ريبوست اليوم مشاهدينا، غدا لقاء جديد بتمام السابعة بتوقيت دمشق، إلى اللقاء.